أهلا بكم في المؤتمر الصحفي الذي نخصصه للإعلان عن النتائج الختامية. المرحلة الأخيرة هي مرحلة انتخاب قيادة الساحة وانتخاب أمين سر المجلس ونائبيه، وبإجراء هذه العملية بعد 24 ساعة حيث سيفتح باب الترشيح، وحيث ستجري هذه العملية الديمقراطية الأخيرة، يكون التيار الإصلاح الديمقراطي قد أنجز هذا الحدث الأهم في تاريخه منذ أن تأسس حتى هذه اللحظة، بالبدء بهيكلة جسمه التنظيمي وأطره على مستوى قطاع غزة، وهي الساحة الأهم على مستوى التيار وأماكن تواجد أبنائه، سواء كانوا في الضفة الغربية أو كانوا في القدس أو كانوا في الخارج. بالتالي نكون قد وضعنا اللبنة الأولى في بناء هذا التيار بناء ديمقراطيا، ونكون قد دشنا لمرحلة جديدة تستند إلى الممارسة الديمقراطية، ونكون بذلك قد قرعنا الجرس لكل هؤلاء الذين دائما أرادوا أن يغيبوا الصندوق كما غيبوه في الانتخابات التشريعية والرئاسية. نحن هنا لنقول لهم اليوم بعد هذا المؤتمر الصحفي أن الصندوق هو الفيصل، أن تعيدوا الكلمة للقواعد، لا أن تنتخبوا القواعد وتستمروا أنتم على الكراسي حتى ما لا نهاية، أن تعودوا دائما إلى القواعد كي تقول كلمتها فيما يمثلها، سواء كان ذلك على مستوى التنظيمات الفلسطينية والفصائل أو كان ذلك على مستوى الشعب الفلسطيني بكامله. لطالما ترى اليوم هناك قيادات فلسطينية جاثمة على صدور الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 30 سنة ولم تتغير بحراك ديمقراطي. كل ما يجب أن يقال تم يعني قوله في بداية المؤتمر وخلال المؤتمر. الآن نحن نحتفل باختتام هذه الأعمال، الجزء الأكبر من فعاليات المؤتمر، بقي أمامنا مهمة هي اختيار قيادة أمين سر المجلس واختيار قيادة الساحة، وأيضا هذا سيتم خلال 24 ساعة القادمة يعني لن، وبالتالي ستكون هناك قيادة جديدة للساحة خلال 24 ساعة. أولا أبارك للتيار الإصلاحي حركة فتح ساحة غزة بنجاح العرس الديمقراطي الذي عبر عن أن لا بديل على الانتخابات كتصحيح مسار وصحي وسليم في أي تغيير سياسي أو تغيير وضخ دماء جديدة في أي منظومة سياسية سواء تنظيم أو مؤسسة سلطوية، لأن لا بديل على الانتخابات، فالانتخابات هي من تجدد الشرعيات خاصة بعد تعطش أجيال من الشباب والشباب والمرأة في التنافس الشريف حول مهام متقدمة في قيادة المؤسسات التنظيمية والفصائل. وقدم التيار الإصلاحي اليوم نموذج يحتذى به، أعطى نموذج مشرف، أعطى فيه مثال لجميع التنظيمات أن التيار الإصلاحي هو صاحب الفكرة الأولى والذي لدينا بها من 10 سنوات حول الإصلاح وتجديد الشرعيات، ونحن اليوم أكدنا على هذا الشعار الذي لدينا منه خلال 10 سنوات الماضية.